فكر حال باستديو. هذا كثير يا عم، هذا رقم عمره ما صار في التاريخ يعني. احنا انا يعني عمري 52 سنة يعني، عصرت حروب كثيرة يعني 82 ولا كنا نسمع فيها طبعا، كنا صار الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية، مروش وصل العدد اللي نصير 30 ألف شهيد في مدة قصيرة، 4 شهور 5 شهور. يعني مش عارف ايش بدهم اليهود منا، وليش مات هذا العدد يعني؟ عملية إبادة للشعب الفلسطيني. أنا هذا اللي شايفه إبادة جماعية، اللي بنزلوا البرج على أهل السكان المدنيين والأطفال والنساء. هذه صارت إبادة جماعية، يعني عمرها ما صارت زي هيك. يعني الكل بيعان، إحنا قاعدين في الخيام يعني قاعدين من موت بطيء. إحنا معي الغلاء، معي الناس الموجوعة، قلبنا نوجع كتير كتير. إحنا ضشرنا، تهججنا، بيجي 100 مرة تهججنا من دورنا.